ويلكم باك يا حبيبين، كيف الحال؟ شكرا بخير. فيديو جديد عن تحديث انمي سبايرت نزلوا عنا توجي سان. توجي شخصيه معروفه يا جماعه، طبعا ما فيش داعي ابدا انه نناقشها ونحكي فيها. طبعا شخصيه فخمه، ما بحب توجي اكيد، انت في اشي براسك اكيد، انت كيف بتحب توجي اصلا؟ لا تنسى اللايك، كومنت حلو زي عيونك، واشترك القناه اذا ما كنت مشترك. نزلوا رايد توجي وسيف جديد يا جماعه، وتطوير جديد للسيف وحركات ودمج. يعتبر اقوى سيف حاليا بلعبه انمي سبايرت هو سيف توجي. فقبل ما نبلش المقطع، حاليا احنا بالعالم الثاني، سكند وورد، العالم الثاني، اوكي؟ سكند وورد عالم ثاني، سكند سي، قصد البحر، مش مشكلة، مش بين، لا تدققوا. جزيرة اسمها جوجيتسو أكاديمي، راح نروح لهي الجزيرة على طريق التراكر. وين راحت؟ هذيك هي جزيرة شايفينها؟ نروح عليها ونروح نشوف توجي سان. وصلنا جوجيتسو أكاديمي، بنطلع هون راح نلاقي على السريع بهذه التلة الصغيرة، أي مش تلة هي أصلا، بس مش مشكلة بيننا عادي، صخرة هي. توجي دانجون، تمام؟ تمام، نيجي هون. هذا اللي بيطور لنا السيف تبع توجي اويكنر، شو بده؟ بيقول لك I can help you out but you need curse scroll، بدك انه لفافة اللعنة، and you need توجي weapon، بدك كمان سلاح توجي. كيف نجيبه؟ كل الشغلات بتجيبه عن طريق هون يا جماعة الخير، امر اسطوري على الاخر، تمام؟ بس شوي صعب. 600 مليون، بتعرف شو يعني 600 مليون دمه؟ يعني بدك اربع اصحابك بدك عشان تفوتوا جوا. اربع اصحابك، يلا يلا بينا نستخلص كل التحولات اللي احنا بنقدر نتحولها. يعني بصراحة نعمل زي هيك، عندي هون هيك، عندي سول اللي هون، السيف بضل رقم واحد، ريدي ليتس جو بيبي ليتس جو. تعال خلينا نشوف، يلا توجي سن توجي سن توجي. كناه بسم الله الرحمن الرحيم. صديق 600 مليون رح تاخذ من هون اللبسه تبعته كامله، البنطلون مع الكنزه البلوزه، تمام يا حلوين؟ ورح تاخذ السيف، ورح تاخذ اللي هو السكرول عشان تطور السيف، طبعا لازم تطور السيف. طبعا محسوبكم هون جاب اللبسه كامله، خلينا نشوف اللبسه كامله. قلقان مشان انسى توجي تي او، المفروض انه توجي 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 معي. جبت كمان السيف طبعا اكيد، يعني هاي الملابس، توجي سويتر وتوجي بانتس، اوكي هذول الاثنين بتاخذهم من عند توجي انت، تمام. نيجي نلبس اللبس نشوف، ستة وسبعة، هذه هي لبس التوج يا جماعة الخير، إن شاء الله تكون أسطورية للسول. حاليا خلينا نشوف الستات، تمام، نفوت على الستات زي هيك، نلبس لبس التوج كاملة، تمام. عندنا بيعطينا ديفنس، ديفنس 1875 على الديفنس، 925 على الإيش؟ على السيف، ما بيعطي سول صح؟ ما بيعطي على الروح هذا يا جماعة. لبس التوج كاملة بتعطي بس على السيف، إذا حابب تكون أنت مستخدم سيف تقوي سيفك. فالبس لبس التوجي، هاي لبس التوجي كاملة معانا بالفيديو. حاليا نشوف السيف، وداعا اتشيغو، اتشيغو ام سوري برو، خلينا نكتب سورد. شيت ليش هيك؟ دقيقة شو، عشان كاب ستوك يعني، سورد طيب، لازم اطلع فوق. شلنا، انا اسف يا اتشيغو والله انك انت يعني استمريت معي بصراحة، زبطتني، بس للاسف حاليا لا. وين السيف؟ اسمه ويبن على فكرة، اسمه ويبن على فكرة، توجي اسمه ويبن مش سورد، انه ما اعتبروا انه سيف، اعتبروا انه خنجر، انه سلاح. تمام، فدقيقة احنا خلص خلصنا بالنسبة للأواعي، خلصنا. أشوف بالله الشكل، يا سلام يا سلام، طلع هاي من هون تحت، شايفين الخنجر، وفي فوق كمان عندك يا سيدي العزيز سيف، سيف وخنجر معطينا إياه. نحن عندنا حركتين مسكرات، تمام يا حلوين، راح نروح أنا معاي اللفافة، راح أروح أفتحها قدامكم حاليا ونشوف الحركات كلياتها مع بعض، تمام؟ نيجي عند الأويكنر هذا نقول له السلام عليكم، أنا معاي لفافة، معي كل شيء، طور لي السيف، اتطور السيف أشوف. يا بويز تعالوا فوت رايد تو... توج، شيت هذا راح يخرب علينا يا جماعة إذا فتنا معاه، أروح أنا رايد لحالي عشان نشوف الدمج 100% قديش راح يكون. بما إنه إحنا راح نستخدم السيف ونصاد السيف، ما راح أستخدم أي بف نهائياً من ناحية الأسلوب أو إيش السول اللي هو الفاكهة أو الروح، راح أستخدم بس تحول السيف بس مش أكثر يا جماعة الخير. أشوف دمجه 100% قديش، شو الحركات بالضبط. تعالوا خلينا نشوف هسه حالياً، دخلنا على إسكانور، أتوقع 500 مليون، والله ننبعر كمان، والله مش سهل إسكانور. والله مظبطين البوست تبعه، احلى بوست حد هسه موجود باللعبه هو اسكانور. طيب يا جماعه، طيب 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 طيب، راح استخدم الفي، الفي اللي هي هيفنلي ريستراكشن او شيء زي هيك، تحول تبع ايش؟ تبع شو اسمه؟ توجي، ايوه توجي، تمام تمام، هذا هو تحوله بيكون زي ما انتم شايفينه هيك. حاليا نشوف اول حركه اسمها ثروت سلاش، خلينا نشوف، ارجع اسكانور تمزحش يا صديقي، شوف اول وحده، اوكي ابعد عنها، مليون و600 الف بس، مليون و600 الف، شو مليون؟ 16 مليون، 16 مليون 600 ألف، أسطورية يا جماعة حلوة. سبليت سول كات اللي هي قطع الروح. سلام عليكم. قطعني قطعني هو اللي قطعني مش أنا. صديق اصبر، اسكانور 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 ده حبيب قلبي، الله يستر عليك، الله يستر عليك ويخليك لأهلك إن شاء الله. الحركة الثانية ما حبيتها نهائيا نهائيا، لأن ما حدا راح يستخدمها بصراحة إلا في حالات معينة.
المهم نشوف الدومين بريكر اللي هو كاسر الايش الحواجز، الدومين اللي هو الدومين تبعهم المجال قصدهم فيه، قصدهم على المجال. نشوف اكس حلو حلو عن بعيد بضرب، ما شفنا دمجه بس لانه كان اسكانور حضرت جناب اسكانور بعيد، ما هو طبعا ولا احنا قاعد فايتين نتسلى فايتين ايش، خلينا ساكت خلص دقيقه. تعال 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 دومين بريكر كامله قديش معلم؟ 17,500,000. حلوه جميله جميله. نشوف اللي هي السي، السي معلم اوكي كمان حلوه من بعيد، انيميشن كويس تبع 18,700,000 ممتازات. طيب حاليا التيل هي اقوى حركه اللي هي كيرس تولز كومبو، نشوف. واو واو اخر حركه اسطوري 26,000,000 جابت. حلو بس مش عارف بصراحه، انا يمكن تحمست بالبدايه وحكيت انه هذا اقوى سيف، بس بصراحه ما عندي اي فكره ده هو اقوى سيف ولا لا، لانه في سيوف بتدمج اكثر من هيك على الاغلب. على الاغلب جيتسوغا دقيقه خلينا نفعل دقيقه عشان احنا ما نظلم السيف، نعمل جي ونعمل جي، نستخدم اخر حركه نشوف دمجه قديش راح يطلع. اوه واو مان 100,000,000 بس الحركه هاي، والله هاي زي هيك 100,000,000 هاي قديش؟ لا لا اقوى سيف، اقوى سيف يا جماعه، اقوى سيف اقوى سيف، غيرت رايي خلص حاليا هذا اقوى سيف باللعبه. اسطوري اسطوري فعليا اسطوري. تمام خلينا نستخدم والله تحول سايتاما، بف سايتاما حلو دقيقة، بف سايتاما هيك تمام، وبف ايش السكنة، صرنا كنا سكنة مع سيوف توجي ما شاء الله، دمجنا الشخصيات كلها ببعضها. نشوف بدون اي بفات من الجي والجي تي، دمج اخر حركة بس قديش؟ لا اسطوري يا جماعة اسطوري، 40,000,000 41,000,000 بجنن كثير حلو. سي اكس زد اي 100,000,000 تقييم حركات السيف كاملة طبعا بدون البفات الجي والجي، لانه اذا بتستخدم الجي والجي راح يطلع معك اخر حركه لحالها بس 100,000,000. فاسطوري يا جماعه، خلينا ننهي موضوع سكنة اسكانور قصدي، خذ يا حبيبي توكل على الله. اي والله ما مات، طب خذ يلا اسلوب سايتاما. اي يا ابطال هاي مرجعتنا للسيف توجي او سلاح توجي اللي نزل، فانتم برايكم هل يستاهل؟ هل هو حلو؟ هل شغلات؟ اكتبوا لي بالتعليقات رايكم يا جماعه، لانه انا كمان يعني والله صراحه اكون معكم يعني صريح للاخر، اخذ معي وقت، اخذ معي وقت شوي يعني، اخذ تقريبا ساعه تقريبا وانا افرم فيه 600,000,000 يا جماعه، متخيلين 600,000,000 ساعه اتفرم فيه، بس شو والله بعطي فلوس 200,000 فلوس تمام، وبعطي 200,285,000 يمكن فلوس بكل مره، وبعطي 200 جم، فاسطوري للتفريم بس دمه عالي، حاول فوت مع اصحابك. فان شاء الله يكون مقطع عجبكم واستمتعتوا فيه، لا تنسوا اللايك يا جماعه، اشوفكم في فيديوهات احسن من هيك، والسلام عليكم.